أثابكم الله. هذا سائل يقول: ما حكم سماع الأصوات التي تأتي في بعض القنوات وتشبه الغناء كثيرا؟ حكم سماع الأصوات التي تأتي في بعض القنوات والتي تشبه الغناء. الأصوات المطربة، الأصوات المطربة من الأغاني، وكذلك الأصوات الموسيقى كلها محرمة، كلها محرمة، إما أغاني وإما آلات له. فالأصوات المطربة التي تتخذ للتطريب كلها محرمة. نعم.